هو هذا الشرع والتشريع، هذه الأمة الإسلام. نعم، نحن لا ننكر وجود هذه الطوائف، وجود الأديان الأخرى، وجود الأقليات. هذه الأقليات تجد في التشريع والشرع ما يحميها وما يحتويها وما يدلها على الخلاص، وما تجد فيه في لها انسجاما تاما في حقن صورة هذه. أنا بدي رأيك يعني بالفضل فيه. أنا بدي أتكلم حقيقة. إحنا لو رجعنا لتاريخ الأمة العربية، تاريخها كتاريخ، إحنا عشان منطلعش لا 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 كتاريخ الأساس. يعني الآن هذا النظام اللي بتكلم إنه يحمي أقليات، وإنه هذا النظام أباد أقليات وأباد قيادات أقليات، تمام. وسجن كل الأقليات اللي عنده، نكل في كل رؤسائها وسجونه على رفاقه. ونعترف إن الموضوع الآن سني وشيعي، هو يحاول هذا طبعا، هو اللي أدخل المنطقة في الطائفية وليس للأمانة، يعني مش القضية دي يعني مش، ولكن مش ما هو على أرض الواقع اليوم. على أرض الواقع اليوم هذا النظام يستخدم الطائفية في الدفاع عن نفسه، ولذلك استخدم الورقة الطائفية عبر استدعاء الأمر الطائفي من إيران ومن غير إيران، لدرجة التجنيد من كل الدول الشيعية والمناطق الشيعية الفقيرة بالرواتب والفلوس، تعال احمي مرقد زينب. طيب مرقد زينب طول عمره موجود في هاي المنطقة، ما حد مسه 1400 سنة. كل المراقد اللي بيتكلموا عنها وبيفزعوا الناس حواليها، إن كان في العراق ولا حتى في سوريا، طول عمرها موجودة تحت إدارات سنية، خلينا نتكلم بصريح العبارة وبالتصنيف السياسي، وما مست. ليش تمس فقط عند وجود هذا النظام؟ طيب حقيقة اللي أنا بدي أتكلم فيه.